تشتري الفيديو اديتينغ. حكايتها ياسر سامبل، كانك مغروم بالفيديو اديتينغ، والا تعمل الاوبننج نتاع الانيمي، والا ترسم، والا تحكي على كولتور جابونيز، مي ما تعرفش كيفاش توصل صوتك، هذه هي السر ليك انت. جات تقدم لكم البلاتفورم يوتيوب باش انتم تنجموا توصلوا الصوت نتاعكم. كان تعرفوا شكون ينجم يكتب سكريبت بالكدا يصور، والا شكون يعرف يمثل، تنجموا كلكم تتلموا وتعملوا كونتينيو باهي. هذا هو البوت نتاع السيلول هذايا، اللي احنا نحبوا نجموا لي باسيوني الكل باش يتلموا في نفس البلاصه ونفس السيلول وينجموا يخلقوا حاجه ياسر مزيانه. ان اكزامبل باهي اللي خرج من السيلول هذايا هي جات ريفيوز. جات ريفيوز تختار انيمي اللي احنا نحبوا العباد تتفرج فيه، ومعها جماعه تكتب السكريبت نتاعها، وجماعه اللي تعمل فيديو اديتينغ، وعباد عندها افكار كيفاش توصل، ونخلقوا جات ريفيوز. ديجا فما 3 فيديوهات هبطوا على السيلول الاخرين الموجودين في جات على البلاتفورم يوتيوب جات تونيزيا، وهذه وين تهبط الخدمه نتاعكم ديجا. الوغ اذا كنت تحبوا توصلوا الفن نتاعكم للعباد الكل، جوين اس.